خلينا نقول برضو مع حضراتكم ان النهارده طبعا هنتابع العمليه الشامله سيناء 2018 في اخبارنا، وهنتكلم كمان عن ملفات كتير تانيه واخبار متنوعه للوزارات وغيره، فتابعونا على مدار الحلقه ان شاء الله هتبقى حلقه مهمه جدا. نبدأ بقى مع حضراتكم أول فقراتنا زي ما اتعودنا، وهنبدأها بالعملية الشاملة سيناء 2018 اللي هي دخلت يومها السادس زي ما كلنا متابعين. القوات المسلحة أعلنت النهاردة بيانها بقى السابع اللي أسفرت فيه عن مقتل واتكلمت فيه عن مقتل 15 تكفيري وتدمير 11 هدف مستخدمة في إيواء العناصر الإرهابية والهروب من القوات، بالإضافة هنا لتدمير مخبئين تحت الأرض عثرة بداخله على أكثر من 1500 كيلو جرام من مادة السي 4 وكمية من مادة التي ان تي شديدة الانفجار و56 مفجر و13 دائرة كهربية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة. حضراتكم متخيلين كم الأسلحة اللي احنا بنتكلم عنها؟ خلينا نروح نتابع التفاصيل في بيان رقم 7 ونرجع نكمل مع حضراتكم. واصلت قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامها القتالية المخططة لتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من البؤر الإرهابية، بجانب دورها في تأمين الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 11 هدفاً بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في إيواء العناصر الإرهابية والهروب من القوات القائمة بالمداهمة. القضاء على 15 عنصراً تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات خلال عمليات التمشيط والمداهمة. وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم. اكتشاف وتدمير مخبئين تحت الأرض عثر بداخلهما على أكثر من 1500 كيلو جرام من مادة سي 4 وكمية من مادة تي ان تي شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة. اكتشاف وتدمير مركز إرسال أعلى إحدى الهيئات الجبلية خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية. اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات. القبض على 153 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تدمير 181 عشا ووكرا ومخزنا جبليا عثر بداخلهم على كميات من المواد شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير. ضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات أنواع و17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 63 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات. وعلى امتداد السواحل تقوم القوات البحرية بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها، مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية
بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية. كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 563 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية. ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم. الله.